ان كان في ابن اخويا العاق عمال بيحمل فوق وانا مش عارف اسكته. طب عيدها تاني بقى. عيدها تاني. حاضر. احنا حسبنا الابسلون او ام يا جماعه، لو طلعت ما بين الواحد وواحد ونص ببساطه جدا هقوم داخل عند احتماليه 2%، اجيب قيمه الايه بقى معايا، الايه بقى معايا الابسلون او ام ومعايا الاتش اس، اقدر احسب الران اب. في مشكله في دي؟ جميل. الاتش اس ديت اللي هي الاتش اس برضو عند الطوي ولا طوي. حاجه تانية؟ انا قلت الكلام ده اتش اس دايما، اتش اس طوي، طول المساله هي عند الطوي. خلصان. هي ممكن الدكتوره تعمل في الامتحان انها تجيب نسبه تخطي نشتغل عليها يا باشمهندس؟ ما تقلقش. لا هي هتثبتها اتنين، قالت هتثبتها اتنين في المية. هي قالت لو انا ما جبتهاش خليها اتنين. ايوه حصل. انا سمعت المحاضرتين والله، والله تمام. سمعت المحاضرتين اقسم بالله. تمام. ما طلعتش ما بين الواحد واحد ونص يا عم علوان، هدخل التانية دي. طيب عندي الكلام مجهول، عندي الدي مجهولة والبي مجهولة، فلازم اروح اجيبه، فاقوم داخل عند 2%، ادي الدي وادي البي وادي السي، هم التلاتة دول. اقدر هنا اعوض عن البي وعوض عن الابسلون اس سي، اجيب قيمة الران اب. ده في حالة ايه؟ لو كانت الابسلون او ام محصورة ما بين واحد ونص والرقم ده. طيب ما كانتش محصورة هنا كمان، ادخل المعادلة التالتة. يبقى لو كانت الرقم اصلا من البداية 2.5 مثلا، يبقى مش هدخل اول معادلة، لان اول معادلة من واحد لواحد ونص. جميل جدا. ادخل تاني معادلة، لقيت الابسلون او ام محصورة ما بين واحد ونص والرقم ده كان اكبر من 2.5، يبقى المعادلة دي اللي شغال. طيب لو ما نفعتش ادخل في اخر معادلة، هلاقي ان الران اب على الاتش اس بيساوي الدي اللي هي كانت بتساوي 1.97. الران اب اللي انت شايفها قدامك دي قيمه اكزاكت، قيمه جميله ايديال، قيمه في حاله اذا ما كانش عندي اي خشونه للسطح ولا كان عندي اي وجود كريست اكزيستنس مع ان انا اهمله، ولا كان في شيل ووتر تاثيره، ولا انسيدنت ويف اوبليكيتي او بيسموه اعاقه الموجه. طيب انا عايز احسب الاكشوال ران اب، ركز معايا عشان ده مهم. طب ده المعادلات بس ايه يا محمد؟ هو في قيمتين في المعادله الثانيه والثالثه، واقل من او يساوي الثانيه، اكبر من او يساوي. لا الثانيه اقل من الثالثه، اكبر من او يساوي. يعني الثانيه ما فيهاش تساوي، هتلاقيها موجودة في الكتاب. لا التانية أقل مني بس. تمام. اللي يساوي تحت. طب آخر حاجة يا باشمهندس في السلايد دي بس، معلش، التان ألفا ديت التورت الصغير على الكبير، هو إيه الصغير على الكبير؟ يا ابن ارحم أمي، ارحم أمي، ألفا زاوية ميل الحاجز. بص يا علوان، السكشن طويل جدا، إحنا لسه ما خلصناش نص السكشن. فركز معايا في الكلام وما تتوهش، ما تروح تشرب كوبايه شاي وتيجي تقول لي ان الالفا ده مش فاهمها. ركز. خلصان. الفا ايه؟ ده الحاجز اهو. دي الفا. بتساوي ايه؟ دايما الميول الترابيه الكبير افقي والصغير راسي. يعني لو قلت لك 3 ل 2 يبقى ده 3 ل 2، يبقى التان الفا بكام؟ الصغير على الكبير 2 على 3. وصلت؟ وصلت يا كبير. ركزوا يا جماعه، الله يكرمكم. الموضوع والله انا عايز بس اخلص من الهيدروليك ديزاين، لان ده رخم. لو خلصنا الدنيا هتهدى شويه. خلصنا الهيدروليك ديزاين وجبت الران اب، زي ما قلت لك بنعمل حاجه اسمها موديفايد ران اب. يا باشمهندس انا لسه حاسبها بالعافيه. لا يا حبيبي، هتعمل انت ايه بقى؟ الرقم ده يا باشمهندسين هاته زي ما هو. الرقم ده اللي ناحيه الشمال ده هاته رقم واحد زي ما هو. مش هنا الرقم ده يا هيساوي ده يا ده يا ده، سوا 1.97. اقوم داخل شايل الاتنين دول وحاطط
قيمه الواحد 97 اللي هي قيمته. باشمهندس الصوت متاخر ايه الصوره هي متاخره قوي عن الصوت، فانت بتشرح وادي انا اعمل ايه؟ طيب قول لي اعمل ايه. ريلاكس كده وانت بتشرح يا باشمهندس على ما الصوره تنقل معاك بقى. فعندنا ايه؟ عندنا هنا قيمه الران اب موديفايد على اتش اس هتساوي الران اب على اتش اس في جاما ار، جاما دي اسمها الرفنس كوفيشنت، جاما بي برم اكزيستنس، جاما اتش شيل ووتر افكت، جاما بيتا انسيدنت ويف اوبليكيتي. من الاخر الثلاثه دول قيمتهم بتساوي واحد. يبقى قيمة الران اب الموديفايد هتساوي ايه؟ هتساوي قيمة الران اب الايديال مضروبة في معامل اسمه الجاما ار، الجاما ار ما بين نص وستة من عشرة يتاخد 55%، يبقى حط هنا 55%، يبقى الرقم اللي انت جبته من هنا سواء ده او ده او ده هتضربه في 55% هيطلع لك الران اب موديفايد على اتش اس. اضرب الاتش اس في الرقم اللي طلع لك هنا يطلع لك الران اب موديفايد، وهي دي القيمه الفعليه وتقاس بعد التايدل رينج، تقاس بعد التايدل رينج. الران اب في مشكله؟ الران اب في مشكله؟ في حاجه مش واضحه فيه؟ تمام يا باشمهندس، عظمه. ومش الاتش اس اللي على اليمين هي اللي على الشمال يا باشمهندس مطيرهم مع بعض؟ هي اللي على الشمال يا محمد، ما انا عشان كده قلت لك يا محمد، قلت لك سيب ده زي ما هو وخد الرول هنا ده يا ربيع اهو الرقم ده. تمام، هاخد الرقم ده احطه هنا يبقى هو بيساوي الار يو على الاتش اس. يعني اطلع الرقم قبل ما اضربه في الاتش اس اصلا واضربه في 55 بالظبط، اطلع الرقم قبل ما اضربه في الاتش اس واحطه هنا. تمام، حد عنده مشكله في الران اب؟ كان بس معلش تاني بسرعه كده الران اب كده يا جدعان ركزوا. الله يبارك لكم، الله يبارك لك، والله الموضوع هيطول مننا جدا. صعب ماشي. الران اب ان انا عايز احسب من الاخر قيمه ارتفاع الموجه اللي هتتسلقه، فاعمل ايه؟ بروح احسب حاجه اسمها الاريبيان نمبرز او الابسلون او ام، تان فاي على اتش اس ال توي على ال ام، جبت الابسلون او ام. لو طلعت ما بين الاثنين دول هعوض في اول قانون والموضوع خلص، لو طلعت اكبر من واحد ونص هعوض في الثاني بدلالة الاكسيدنس ريت عند 2%. لو طلع مثلا 3.2، يعني بص ركز معايا كده 3.2 وده كان 5، يبقى انا فعلا هنا هقوم رايح معوض هنا 3.2 واضرب اس سي واضرب في البي واجيب الرقم ده، الرقم اللي هيطلع ده اخده احطه هنا. لو بتتكلم يا باشمهندس فالنت عندك صوتك مش ظاهر لنا، لو انت بتتكلم يعني مش نت لنا. اجيب الابسلون من الاخيره دي، جبت الدي اخد الدي احطها هنا اللي ار يو على اتش اس، اروح اجيب الموديفايد ران اب ودي اللي بتقاس من الستيل ووتر ليفل. عدى عنده مشكله تانيه يا جماعه في الجزء ده؟ تمام يا باشمهندس. تعالى اما نشوف الاوفر توبنج. الاوفر توبنج احنا هنعوض في معادله واحده فقط،
هتلاقي في معادلات كتير في المنحنيات. معادلة اللي هنعوض فيها فاندرمير، لا مش فاندرمير، اوين 1980 صفحة 51، الكيو كمية المية لوحدة الزمن اللي المفروض هتتسلق الحاجز على الجي عجلة الجاذبية الأرضية في الاتش اس توي في التي مين جيفن بيساوي ايه اكسبشن سالب بي ار سي اللي هي قيمة الاوفر توبينج على الاتش اس جذر اس او ام على 2 باي 1 على الجام ار. الجام ار 55%، الاس او ام الاس او ام بتساوي اتش اس اتش اس توي على ال او ام، يبقى انا حسبت الاس او ام ومعايا الجام ار ومعايا الاتش اس توي، فاضل لي الاي والبي بييجوا بدلاله ميل الحاجز، بييجوا بدلاله ميل الحاجز. لو واحد لواحد الاي ب 8% والبي ب 20، لو واحد لواحد ونص يعني 3 ل 2 البي الاي ب 1 من 10 والبي ب 20، لو واحد ل 2 الاي ب 13 من 1000 والبي ب 22 وهكذا. هحط هنا الاي واحط هنا البي، خد لين الطرفين عشان تسهل الدنيا. الكيو طبعا جيفن، الدكتوره هتديلك في الامتحان او هتديك دلالتها، بس في الغالب الدكتوره هتديها لك لان هي قالت انها تديها. فهيبقى معايا كيو، معايا جي اتش اس تي اي بي اتش اس اس او ام وجام ار. هحسب الار سي، الار سي دي هي قيمه الاوفر توبينج. لو كانت الار سي اكبر من ران الاب هاخد قيمه الار سي الران اب موديفايد، لو كانت الار سي اقل من ران اب هاخد قيمه الران اب. حد عنده مشكله يا جماعه في الجزء بتاع الهيدروليك ديزاين قبل ما اطبق عليه بالمساله؟ هي بس حد عنده مشكله في الجزء هاخد الكيو دي تقريبا. الدكتوره تقريبا قالت قيمه الجامعه ار عايزاها رقم كده معين علشان الارقام معانا تطلع زي نموذج الحل يعني، بس انا مش متذكر الرقم بالظبط كام. 55% تمام جدا. خمسة هو نفس الجام ار يا محمد اللي فات اصلا. ما انا عارف، انا بس مش فاكر هي كانت قالت نص ولا 55%، انا لسه مش مذاكر 55%. تعالى ما نشوف المساله ونشوف احنا هنعمل ايه ونطلع الداتا وازاي نحسب الهيدروليك ديزاين من المساله دي. بيقول لك ايه؟ اراب الموند بريك ووتر والبي ديزاين تو بروتكت هاربر. بيقول لك ان انا عندي حاجز امواج هيستخدم في حمايه المينا باستخدام الظروف الاتيه. اول حاجه significant wave height of the design system 6.8 متر، مديك اتش اس بتاع الديزاين سيستم ب 6.8 متر. بيقول لك ان معاملات propagation coefficient، معاملات الموجه اثناء حركتها في اتجاه التوي 8.8 متر. ركز معايا، ال HLS توي اصلا المفروض بيساوي ايه؟ بيساوي KS KR HSO، هي نفس اللي احنا كنا بنشتغله في حالات الريفراكشن والديفراكشن والشولينج. طيب هو هنا في المساله عمل ايه؟ اداك HLS بتاع ديزاين سيستيت اللي هي في الديب ووتر وعايز يحسب ال HLS توي، فهو بدل ما يخليك تدخل تحسب ال KR وال KS لان هتلاقي مديك الدبس، هو قال لك البروبوجيشن كوفيشنت يعني الكي اس في الكي ار ب 8.8، يبقى الاتش اس توي بتساوي كام؟ الاتش اس في 8.8 اللي هي 6.8 ديت في 8.8 بالظبط، يبقى الاتش اس توي 6.8 في 8.8. في الامتحان الدكتوره ممكن ما تعملش كده، ممكن تقول لك the significant wave height at the toy ب 5.44، معنى كده اللي ديت هي ايه؟ HS2 بالظبط. نروح للي بعده، associated spectral peak period has a domain of 11.7 و14.3. هو في رساله اسمه ده السيد بعت لي بيقول لي
ان النظر مش جاي في الامتحان. انا بقول لك النظر في جزء جاي من في الامتحان وكلام بينه وبينك ونشوف بعد الامتحان. associated spectral peak period has a domain of 11 و7 و14 و3 من 10 سكند. مديك التي بي بتتراوح بين 11 و7 و14 و3. اكتب كده ملحوظه بتعامل مع التي بي الكبيره. طريقه التصميم دي طريقه مانوال. هو اتعامل كده مع التي بي الكبيره. اللي بعدها بيقول لك زاين سي ليفل. بيقول لك مستوى البحر التصميمي نتيجه التايدز 4.5 متر اباف ذا ديتم. يعني من الاخر التايدر رينج 4.5 متر. يعني لو انا قلت لك الووتر ديبس نير ذا ستراكشر 12 متر يبقى الدي في كل الديزاين هتبقى كام؟ ال 12 ولا 4.5؟ 16 ونص معانا التايدر 16 ونص ل 12 زائد ال 4.5 ده بعد الله ينور. ايه ده بعد الثاني؟ ايه المجموع بتاعه؟ ما هو بعد ايه ده؟ الدي الدي الاكوال يا محمد. احنا لما بنيجي نستعامل مع البريك ووتر بنتعامل مع الهاي ووتر ليفل ما عدا حاله التوي بس. فالهاي ووتر ليفل اللي هو التايدر رينج فهو مفروض اعلى من منسوب الديزاين ب 4.5 من الستيل ووتر ليفل للقاع 12 ومن الستيل ووتر ليفل للتايدل 4.5 يبقى دي كله كام؟ 16.5. بس كده بيقول لك ان انت عندك السبيسيفيك ويت اوف ذا كونكريت ارمر. بيقول لك لو انت هتستخدم خرسانه 2.3 سبيسيفيك ويت اوف ذا سي ووتر مديك الجاما ووتر ب 1.025 طن على المتر مكعب. قيمه الاوفر توبنج المعتاده نص متر مكعب على الثانيه. الديزاين سي ستيت 12 اور مش هتفرق معايا في حاجه. ماكسيمم ويت فور كيور ستونز بيقول لك قيمه للصخور المستخدمه كتيوري او الصخور الطبيعيه عموما يعني 5 طن والكثافه بتاعتها 2650 يعني 2.65 طن على المتر مكعب. ستراكشر سايد سلوب 3 ل 2 3 افقي و2 راسي يبقى التان الفا بتساوي 1 على 1.5 وكوتان الفا بتساوي 1.5. يوز تترابودز يونت اور ناتشرال كيوري ستونز فور ذا ديزاين. بيقول لك انك لو استخدم يا اما تترابودز يعني صخور صناعيه او الصخور الطبيعيه في التصميم بس هو محدد لك نوعهم. ذا بيرم كريست بيقول لك ان منسوب بيرم كريست از ديزاين سو ذات منسوب البيرم او الكريست بتاع الحاجز ال 2% بس من الامواج اللي تتخطاه اللي هو اصلا كنا بنصمم عليه. باثيمتر سلوب 1 ل 50 واكتب الزاويه هنا بيتا. اكتب الزاويه هنا بيتا وهتعرف دي اهميتها دلوقتي. اول خطوه من خطوات الحل مش انك تدخل للهيدروليك ديزاين لا. اول خطوه يا محمد يا سيد واقسم بالله انا بقول لك ان النظري في جزء منه جاي. انا واضح الكلام بتاعي انا بشرح ايه بريك ووتر في جزء منه جاي خلاص. تسمع الكلام يا ابني بقى. وانا مش هضحك عليك وانا اصلا ايه اللي يخليني اقعد ابذل ساعه الا ربع مجهود في حاجه انا عارف انها مش هتجيلك يا سيد؟ احنا كده كده عرفناها. عايز انت عايز تلحق تلعب تتفرج على الماتش بره؟ انا هنام يا محمد بعد الماتش. انا مش هتفرج على الماتش بسببكم. نكمل بس نكمل بدل ما اجي بص يعني اديك في دماغك. نكمل المساله دي يا جماعه. بدايه حلها مش ان ندخل الهيدروليك ديزاين او ان ندخل الاستراكشر ديزاين. امال يا باشمهندس في جزء كده الدكتور ابراهيم ما رضاش يديهولك او الدكتور ابراهيم اسمه البريكنج. ايه البريكنج ده؟ بيقول لك والله الموجه مفروض يا هندسه انها بتتكسر بالقرب من الشاطئ. طيب ما الحاجز ده قريب من الشاطئ ده 12 متر. طيب سؤال يا عم سلمي لو الموجه اللي هتتكسر عندها لو ارتفاع الموجه اللي هتتكسر عندها الموجه 8 متر وارتفاع الموجه اللي عندك 5 متر هيبقى في مشكله ولا مفيش مشكله؟ مفيش مشكله. انا بتكلم سلمى يا جماعه هو اللي رد عليا. استني يا باشمهندس بس ما سمعتش كويس. لو ارتفاع الموجه اللي هتتكسر عندها الامواج 8 متر وارتفاع الموجه اللي عند التوي 5 متر هيبقى في مشكله ولا مفيش مشكله؟
لا الموجه هتبقى مش هتتكسر بالظبط، مش هتتكسر والدنيا تمام. يبقى ليه تلس اللي هستخدمها هي الخمسه؟ لو عكسنا بقى، لو الموجه هتتكسر عند الخمسه والموجه اللي هتحصل لك 8، يبقى مش هتحصل ال 8 دي اساسا، اقصى حاجه عندي اللي هي الخمسه. الله ينور عليك، تسلم. ال 8 اصلا مش هتحصل، اللي هيحصل اقصى حاجه الخمسه. فبص هنعمل ايه؟ دي اسمها خطوه الديزاين للبريكنج، مهمه جدا جدا جدا. اول خطوه بعمل ايه؟ بروح اجيب الاتش اس عند التول. بتساوي الاتش اس للديزاين سي ستيت عموما في البروجيشن كوفيشنت تطلع معاك ب 5.44 ملم بريكنج اور نون بريكنج، يعني حصل تكسر ولا ما حصلش. فعوض في القانون اللي كان صفحه 49 اتش بريكنج على ال نوت وعلم لي عليه، مهم جدا علم لي عليه. اتش بريكنج على ال نوت بتساوي ايه؟ واحد ناقص اكسبشن سالب واحد ونص باي في الدي بي على ال نوت، واحد زائد 11 تان بيتا اس 4 على 3. وركز معايا لان ده مهم. اتش بريكنج قيمه الاتش اللي انت عايز تحسبها، ال ال نوت قيمه الطول الموجي في الديب ووتر بدلاله البيك بيريود، يبقى ال ال نوت بتساوي 1.56 تي بيك تربيع. ال A معامل ثابت، ال A معامل ثابت قيمته بكام؟ اكتب قيمته. ثانية بس هجيب لكم الكود بتاعه. باتناشر من 100. الديب بريكنج ارتفاع القاع من ارتفاع المية من القاع لحد التايدر رينج يبقى 12 ونص 16، هيبقى 12 زائد 4 ونص يعني 16 ونص. البيتا ميل البثيمتري، بص بيقول لك البثيمتري سلوب 1 ل 50، يعني 1 راسي و50 افقي. ما هو مش طبيعي ان هو يكون 50 راسي لواحد افقي. تعرف يعني ايه 50 راس لواحد افقي؟ يعني انت وانت ماشي في الميه عمال تغرق، بس تغرق وخلاص. فيبقى واحد راسي ل 50 افقي، يبقى تان بيتا بكام اصلا يا سلمي؟ واحد على 50 اللي هو 2 من 100. فتعوض لي عن ال ال نوت ب 319، ال A ب 12 من 100، ال D بريكنج ب 16 ونص، ال L نوت 319، التان بيتا ب 2 من 100، ونحسب قيمة الـ H بريكنج. تطلع معاك الـ H بريكنج بكام؟ بـ 8.714. الـ H S توي بكام؟ بـ 5.44. يحصل بريكنج ولا ما يحصلش بريكنج؟ ما يحصلش بريكنج. وناخد قيمة الـ H S توي ديزاين 5.44 ملم. حد عنده مشكلة في الجزء ده؟ تمام جدا لوقتنا. ايه؟ تمام جدا لوقتنا دلوقتي يعني. اروح للجزء بتاع الرن اب كالكوليشن. هحسب ايه في الرن اب كالكوليشن؟ اول حاجة هحسبها الابسلون او ام تان الفا على اتش اس توي على ال او ام تحت الجذر. ال ال او ام 1.56 تي مين تربيع. ركز معايا في المساله كده، هتلاقيه بيقول لك ايه؟ هي المساله دي مش كامله، لو فتحت الكتاب اقول لكم اللي هو نص الكتاب اهو عشان بس تبقوا متابعين معايا. بيقول لك ايه؟ ان التي بيك بتساوي 1.2 من 10 من التي مين، يبقى التي مين بتساوي كام؟ تي بيك على 1.2 من 10. تي بيك على 1.2 من 10 هقسم 14.3 على 1.2 يطلع معاك 11.91. هاخد الرقم ده في حساب ال او ام
واحد 56 تي ام تربيع هعوض بيه هنا مع 5.44 والتان الفا بكام يا علوان؟ الصغير على الكبير 2 على 3 يبقى 1 على 1.5. الله ينور عليك ما شاء الله عليك يا علوان. جبت لي الابسول المهم تلعب بكام؟ ب 4.254. طيب يا باشمهندس اعمل ايه؟ كده هو مش اول حاله، كده هو مش الحاله دي. طيب هعمل ايه؟ هدخل الاول هشوفه وانا هنا ولا لا. هنا 1.5 وهنا دي على بي اس 1 على سي، فاقوم رايح جايب الدي وجايب البي وجايب السي. المهم ما بينهم ولا لا؟ فهتلاقيها مش ما بينهم، هتلاقيها تطلع بكام؟ باشمهندس وانا مش بدل ما اقعد احسب الدي على البي ده، مش كده كده الارقام دي ثابته؟ ثابته هي 3 و1 كده كده. والله يعني بص يا ربيع كلام جميل، بس انا خايف الدكتوره تغير الرقم ده في الامتحان بصراحه. يعني تغير مش هتغيره، هي قالت يعني حتى لا يا عم اسمع يا ابني اقعد يا عم. بقول الفيديو بيتسجل ماشي ماشي على النسبه اللي في الايه يعني قصدك ممكن تغيرها لو بقت 5% الموضوع اتغير خالص يا ربيع. تمام، فعشان كده انا مش عايزك تحفظهم، انا دايما بروح اجيبهم لك قدامك عشان تشوف انا بجيبهم ازاي. تمام، فلقيت ايه الابسلون او ام تطلع ب 3.1 اللي هي القيمه اللي انا حسبتها، اسف طلعت اقل من الابسلون او ام، يبقى انا فين؟ في المرحله الثالثه. بص بقى ربيع، يبقى الار او عند 2% الاتش اس توي بكام؟ 1.97. خد ده اضربه في 55% واضربه في 55%، بس كده يبقى انت كده جبت القيمه دي. طيب انا عايز اجيب الران اب، اضرب الرقم اللي هيطلع ده في الاتش اس اللي هي 5.44، يبقى 55% في 1.97 في 5.44 يطلع معاك 5.9 متر. يبقى انا حسبت الران اب كالكوليشن. حد عنده مشكله فيها؟ خلصانه. هو القانون بس اللي هو بتاع الاتش بي على ال او، ال او دي بقى اللي هي ال او في المحيط مش ال او توي ولا ال او في المحيط جزء الديب ووتر بس دلاله التيمي. دلاله التيمي بالظبط. تمام جدا. لحد هنا يا جماعه حد عنده اي مشكله؟ فاضل حسابات ايه؟ الاوفر توبنج. ويبقى كده خلصت من الهيدروليك ديزاين. ايه الاوفر توبنج؟ بتقول ايه؟ كيو على جي اتل اس تي مين بتساوي ايه؟ اكسبشن سالب بي ار سي على اتل سي جذر اس او ام على 2 باي 1 على الجاما ار كيو بنص جيفن جي 9.81 اتل اس 5.44 التمين 10.91 11.91 A و B هجيبهم بدلالة الميول هم A وال B بدلالة الميول. أنا 1 لـ 1.5 يبقى الـ A بواحد من 100 وال B بـ20 هم أدي 1 من 100 وال B بـ20 جمع R 55 عوض لي هنا. خد لي لين الطرفين عشان تسهل المساله على نفسك. هات الار سي تطلع بكام يا عم سلمي؟ 6.1 متر. انو الكبير اوفر توبنج ولا رن اب؟ اوفر توبنج. يبقى انا هاخد قيمه الاوفر توبنج هي الاساس. اذا الهيدروليك ديزاين هيطلع لي ان الاوفر توبنج اكبر ب 6.1 متر. يبقى منسوب الكريست كام؟ كام؟ 6.1 زائد الاربعة ونص اللي فوق التايدر رينج. يبقى انا عند منسوب 10.6 متر. ويبقى انا كده خلصت الجزء بتاع الهيدروليك ديزاين كله، وهديكم 5 دقايق تريحوا فيه. يعني كده اي حد عنده اسئله بالخمس دقايق يقدر يسالني حل. يعني كده الكريست بيتقاس المنسوب لا 10 دقايق بس طبيعي خمس عشان تصلي يعني ان شاء الله. ايوه يا هندسه خلاص معاكوا 10 دقايق. ايوه ربيع بيتقاس بعد التايدر رينج. تمام يعني ده بناخد دايما الكبير يعني تاخد الكبير وقيسه بعد التايدر رينج. خلصانه يا باشمهندس. المسائل دي موجوده فين في الكتاب يا باشمهندس؟ صفحه 224 تقريبا.
باشمهندس بعد اذنك يا باشمهندس اتفضل. هي الحته بتاعت التايدر رينج وال 4 ونص اللي جمعتها على 12 والكلام دوت، هو ده معتمد على حاجه قديمه انا في حاجات ما ذاكرتهاش؟ لا هو انت المفروض كنت تاخد درس اسمه التايدز تعرف اهميته، بس للاسف ده اتلغى من عليك فانت مش عارف اهميه الجزء ده، فانت للاسف هتضطر تطبقه كده بس. وانا يعني ال 4 ونص انا ليه في دي جمعتها على 12؟ ايه هي ال 4 ونص وهي ال 12 منسوب من اللي فين؟ ال 12 ده الدي، ده عمق الستيل ووتر ليفل لحد القاع. ال 4 ونص ده التايدر رينج، ده المنسوب المايه الجديد بعد ما يحصل المد والجزر. معلش يا باشمهندس، انا لما ليه جيت اقسم التايم على 1 و2 مش سقطت الحته دي؟ ايه؟ ما جيت اقسم الوقت قسمته على 1 و2 ليه؟ لانه محمد بيقول لك ان التي مين التي بيك بتساوي 1 و2 من 10 من التي مين، انا عايز احسب التي مين تبقى بتساوي ايه؟ تي بيك على 1 و2 من 10 متر جيفن انها 1 و2 ولا ده قانون عندنا؟ لا هو انت لو الدكتوره مش مديها لك هتحفظها، دي كنا واخدينها يا محمد في السبيكتروم اناليسيس. ايوه هو السبيكتروم اناليسيس، فانت عرفها ان التي بيك بتساوي 1.2 من 10 من التي مين. هو السبيكتروم اناليسيس ده باشمهندس اللي كان في اللونج كان في الشورت. بسأل بس بفتك شورت ترويه باشمهندس، هي الكيو اللي هي نص متر تكعيب على السنه ده هيبقى ثابت معانا ولا لا؟ هو اللي هيقول لك. تمام. طب الارتفاع اللي احنا خدناه اللي هو الاولاني خالص اللي تشيك اللي احنا بنعمله على الارتفاع اللي هو البريك ووتر ده، على اعتبار يعني ان انا ان الموجه بتقل وبعدين بتزيد فجاه يعني، وعاوز اشوف الزياده ده هيبقى قبل الحاجز اللي انا هعمله ولا بعده؟ لا قول يا سيسي تاني اللي انا ما فهمتش انت بتقول انت عايز ايه. يعني انا بقول ان التشيك بتاع البريك ووتر البريكنج ده يا سيسي المفروض ان انا كل ما بقرب من البحر من الشط احتماليه البريكنج يحصل عاليه جدا. ايوه فدي قلت، فانا ما اعرفش هو ممكن يحصل ولا ما يحصلش، فانا بشيك على نفسي ازاي ان بروح احسب الدي، ان بروح احسب للاسف الاتش بريكنج. والله لو كانت الاتش بريك اكبر من الاتش اس توي يبقى الموجه ما اتكسرتش والموجه شغاله الله ينور. طيب لو كانت اقل منها يبقى الموجه اتكسرت، يبقى انت محتاج تاخد ان هي اتكسرت في الاعتبار. فهاخد انا الارتفاع الموجه اللي هو الارتفاع اللي هو الجزء اللي انكسر الارتفاع اللي هو الاتش بي. ايوه باخد الصغير منهم يا سيسي على طول وخلاص راح دماغك، باخد الصغير فيهم. تمام. طيب يا باشمهندس معلش، هي التي ام تاني كنا بنحسبها بايه معلش؟ يا حمدي التي مين اللي هي في المقام كان حسابها ايه تاني معلش كده؟ بتساوي التي بيك على 1.2 متر. تمام. حد عنده اسئله؟ انا هطلع ادي لابويا ورقه كده. حد عنده اسئله لما اطلع له؟ طيب انا هقفل بس اسمه ده.